الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحين كل حجرنا كتاب الطهارة فصل كود بيي أن قاد نوحوها أحكام تا عضي الشذا وعلى السويدين كرا سواء جمحوه الشيء كتاب الطهارة ومن باب الاستطراد سيدي مسايشي وراينو الشيقنيبا طهارتنا والله النوع طهارة الاسكا الظاهرية النجاسة ما حدث طهارة دي واجه مكايتاس ايه طهارة الاسكا الظاهرية شيء نجاس بيان ونقونا نظافة الدراء مركا عادي قد طهارة داسي لباد ايو قبتاه وافكا مركا وحي وسخ إيو أسكا كسقنا يسولينيه. قال رحمه الله فصل في فروض الوضوء وسننه. فصل كانوا حكوا سابسيا هاي أركان تويسدا يسنياش ويسدا. فروض وجمع فرض وفرل أولا جمعي وحان اللغة جيدا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وحا شرع ودتك مكلفين تكدل بي إن السميان سيقوان والاختيار لهين وقدل بي وحا يسكم إذا عند شافعية الفرض والركن والواجب وحا يكال الدوانون ركن كي واجب كمارك لتشوى كتاب الحج سينوارك الدولة إن شاء الله تعالى. ولكن مركا فروض الوضوء حوغة جيدا أركان الوضوء وتيراركي ويسده هو أمور من حقيقة الوضوء ولا تصح بدونها وارمه ويسده لفته كمده ولا أنتو أدنى ويسده على أنصحهين هرين وصعد أن يفرق يعود حياء الشرط والفرض أما الركن وحي لديه الشرط وخارج الماهية شيء أو شرط قوي أو كبحسي وغيب كم إذا معها ويسد صلاة الشرط بوتاي وأنا كبحسنتها وصلاة كم إذا معها بياها طهور كاهي ويسد الشرط بويه ويسدنا كم إذا معه وكبحسين والركننا من حقيقة الشيء وماهيته شيء أو ركن قوي هاي أي حقيقة ديسي سورة ديسي أدبتي سو كميدي وهم كاركانتن ويسادو ميرستي وچيجي ميرستي قعما مصلحتان كي مدحا ميرستي لغاها دوا ويسادة لفتي دي وقضبا ويسادة كميدة قيبي ويسادة كاكوبني فرق كلاود حيا ركن كي شرط ديقنا وينو شاقني واحد دار شرط مطلوب من بداية مشروطه إلى نهايته شيء الشرط جاء وفق واحد لجرب على شيء والشرط جاء ويا هاي بلا وجيس إلى دمات كيس وهم كويس وصلاة الشرط بيوطح وفق الصلاة مركو جليه إلا مركو صلاة منقصر ودمانيه دوين ويسقبه والركن مطلوب في محله ركن كل ماشي سنبه للدنيا وهم كصلاة عند أركان صلاة وحكم إذا فتح هذا الآخر صباح فتحدين الأخرية مي صلاة دوردن مد واجبة توقف كلا جرب وما يع ومحل كده ماشي داسون رجعت كاستقيام كده وهكذا أي مكوتش جميريس ديسو ده بلا وجويس ده إلا دمات كده لمرة با مركل الجارون وقت جي وتش جل ميري وبال ربا مركل لما يدنا أو شيء سوين تاسك كده مات وين تكسر كده بيسلا مرة با كلا بدأ فرقه وده حياة شرط جا يركونك الوضوء وودا ولا جودي كرا وانا لا كورنيكي كرا دي وودا مركا لا كورنيكو الوضوء لا يراادو سيدا مركا ارجحه واسم الماء يتوضا به وحا لو ويسيسنايو ايا وضوء لا يراادو و بي لو ويسيسنايو مركا دي وودا لا غودو لا يراادو الوضونا وفعلكي ويسيسي لفتي سوي
أركان كواف في فروض الوضوء ويسيسي أركان تيس أي فصل كان كساب سي الوضوء لقاهان سيدي أينو هروا رقني و الحسن والجمال وقروح ذيه وناج شرعنا ويسيسه وغسل أعضاء مخصوصة بالنية مخصوصة وحبنا قارة وكوة ينهر وصور لقنا يعاون لقنا دونه ما يرست الله ما يرى ويسيس لإرادة يدو اللي يقارة لقو ما يريه ساسا ويسيس لإرادة سنة الوضوء سنة ياشي ويسام حالو كتشيدا سنة هي مندوب هي مستحب وأسكو مد وحنا لو قتشيدا ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم ووحى الشريعة وضدك ايتري السمية سمينتي سلقة دلبي لكن سيقوان لو قمت دلبينو اختيار كالقمو وضا قادني هدي دونان وكتي كران لكن هنا السميان با في عن وكحوك بدن كتغيستيس شايق السنة وفك مكلف كي وحو اختيار الليل والسمايين وسكدايين لكن إنه الصمايع أي أرجح حوق بدن شرعته عدي رجلس وأشر ربوه ليه حكم كيس وام حيث صنع حكم كيس يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه قفك الصمايع سقوه جان صمايع شرعته عبادها الصمايع أشر بكيليه قفك كتجار الدم بابي مايو اللي هو الصنع فر الماه وحيل وفروض الوضوء ويسيسيغا أركانتيس ستة أشياء شيال واللحوي علماء قاركود من التضباط بيكون دران والماء الطهور بي الظاهرة وحنا الظاهرين لكن سيدة الصحدة الإمام النووي رحمه الله تعالى ويري بيوه ويسيدة كمد ما هو أركانتي ذا كمد ما مركا شروط دو ويسادة أي كميدين أركانتا كميد معه وانا ينو كتشوابي دورنا عيد دا محال لو قدر أركانتا طيبونك بيها أنا لو قدر واي أركانتا ويسادة النية واي واروكنك كوبات أما أحدها لحدا فرال مدكود النية والنييسيقة عند غسل الوجه وتكون وحي النية سيهانيسا وقفك لغا الربا عند غسل أول جزء من الوجه قيب تأوه الرئيسة وجهك كمدا ما يرستي سمركو بلابي مركاسا لغا الربا مركان النية أركان تويسيدة كمدا وحانا ودي لحديث كي عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وفوليبوحو نيستيبو لي حبناها ميريستو دا دعضو نيستو اسناديفين اما اسقبوتين تاسو لي هدو ويساو نيستينا تاسو لي نيادو تكالصار اسا ميريست عبادة دا ايا ميريست عادة دا اسناديفين ايا اسقبوتين ايا وحالو غتشينو ايا اسقرحين نيادو مركا وحا حقيقة دا كميدا اما شرد وا الاختران إن لحير سنت هاي شيء قال إن يسنا يو بلوجي سنة لحير سنت مركز صوم كلا جر رياوة تاسو إشارة مركوري عند غسل الوجه وجهه جا ميرستي سوا فرل كور رياء فرل ده ويسد مركز هدين يدو أي كدم بايسو ميرست وجهه جا ميرست وجهه كمان صايس لكن هدين يدو اي كدن باي صفر حلشادي يلغلقشادي صندارسيجي وينصحي سواء كوا سواء سنيال لكن قفك النياد اللي يميمرك ويتشيغ ميرستيس بلابا يو فر حلشادي يلغلقشادي صندارسيجي اتشير كيلي مايو اللي بلاني يكو سميه ولهذا وحفي عن إنه النيادة اللي يمهد مركو ويسادة بلابية فرح على شادة مركو بلابية والنيادة أنا أمانك كوها إيه قلبي قيسا يحادر كوها هاتو إلا وجهك ميرستي سوك بلابية
marka niyadu xaqiiqadeedu waa tii ahayd qasdu shay muqtarina bificlihi shaygii in loo qasdiyo iyadoo qasdigaasi uu la xidhiidhsan yahay shayga samayntiisa samayntiisu la xidhiidhsan waxaa looga jeedaa qaybtiisa u horreysu la xidhiidhsan yahay oo iqtiraan markaa curfiyabaa ku filan iqtiraan xaqiiqiya lama shardi inuu shayga bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa in iyadu la xidhiidhsanaato xaqiiqatan inay ula xidhiidhsanaato shardi maa xukuman inay ula xidhiidhsanaato ayuubaa shardiya wejiga ayaa ku xigo wuxuu yidhi waqaslu wajhi wathani rukunka labaad qaslu jamiici lwaji wejiga oo dhan meedhistiisa weeye wejiga wax weji loogu bixiyey lana taxsul bihi lmuwaajah waa dadka ayuu qofku ku waajahaa markuu xaggooda u jeedo xadka wejigana horeynu soo dhiganno maa bayna manaabiti shacri ra'si gaaliban wa aakhiri laxyeyn waa laga bilaabo halkaa timuhu ay ka baxaan timaha madaxu sida gaalibka ah hadda ha kama soo hormaraan ama dibba ha uga kacaan sida gaalibka halkaa ay ku yaalaan ilaa laga gaadhayo labada daane hoose halkaa ay isugu yimaadaan lafgareedda ah oo xaggan hore lafgareedda isugu yimaadaan xagga dambena waxaa labada daane hoose ay isugu yimaadaan dhegta xadkiisu xagga ballarkan waa maa bayn aludunayn waa inta labada dhegood u dhexaysa intaa in la maydho waa rukun ilaahay baa yidhi يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذن كو بلا ويسا هدا دوان سانة تكتان وچيدي إن ميرا مركا ميرا استوائن حد كانو شاقني لقارسيو وإن لا ميرا وحكا استو وچيقا كدو ليالة وهو حويان صالحان برو كدو البحضي وحلالا وحتما وچيكو يا لوردن وإن لا ميرا oo dushooda iyo hoostoodaba la maydho waxaa qure laga soo reebayaa wuxuu ahaa garhka timaha badan ee weliba nin ku yaal allixyatulkathiifana sayna hore usoo barannay waa latii laa turaa maa taxtaha min albasharati fii majlisi takhaatubi ghaaliban waa garhka marka saa laysu hor fadhiyee la sheekaysanayo ama lays waraysanayo jidhka ka hooseeya aan la arkahayn ee qarinaya waa garh badankaas garhka noocaasee faraha badan dusha in laga maydho ayuunbaa waajiba hoosta in laga maydha waajib maaha oo guntiisa la maydha waa hadduu nin ku yaal hadduu gabadh ka soo baxo dul iyo hoosba waa inay maydho ila waa naadire kadaalika qof khumsa ah oo lebeeba oo mushkilo ninnimo iyo raganimo iyo dumarnimo midnaba aan ku caddaan ila dumar buu isna noqon karaaye isna waxa waajiba garhku haba timo badnaadee guniyo baarba inuu maydho ayaa waajiba wejiga marka maydhistiisu si ay u dhammaystiranto waxaa laga maarmaana madaxa wax ka midana in la maydho ila xuduud u dhexaysa ma jirtee wejigii ma wada maydhi kartid oo maydhisiisa ma dhammaystiraysid adoon madaxa wax ka mida raacin wakadaalika raqabada ama qoorta wax ka mid waa inu raaco iyo maa taxt addaqan lafgareedda halkan ka hooseysa wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa waajib maydhistii wejiga waajibka ahayd baan dhammaystirmahayn ilaa meelaha ay xuduudda leeyihiin wax laga galo oo wax ka mida la maydho wathaalithu qaslu yadayn labada gacmood maydhistooda weeye ila lmirfaqayni ay maca almirfaqayni labada suxulla iyadoo lala maydhayo wa aydiyakum ila almaraafiqi buu ihi ilaahay ilaadaasina maca bay la mid tahay wa yazidkum quwatan ilaa quwatikum ay maca quwatikum walaa taakulu amwaalahum ilaa amwaalikum maca amwaalikum inay ilaadu bimacnaa macatayna waxay u daliilaan nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu gacanta maydhay suxulka intuu maydhay buu ku daray oo maydhista ilaa cududduu gudageliyey
sida Abu Hurayra uu sheegay wal xadiidu fi saxiix Muslim. Gacanta marka wixii ku dul yaalo dhan waa in la maydho, timo ha bataan ama ha yaraadaan, daahiran wa baatin waa in la maydho, far dheeraadi hadday ku taal, cidiyaha waa in la maydho xaggooda hoose iyo xaggooda saraba. Haddii ay cidiyaha hoostooda ay ku jirto wasakh ciid ama wax lamid ah oo biyuhu inay gaadhaan jirka ka hooseeya yacnaa koor istaagis, waa in laga saaro weeye. ilaa haddii kale wasakhdaas biyihii bay ka celinaysaa qayb gacantii ka mid a, qayb gacantii ka mid a inaan la maydhin bay noqonaysa. Gacantana wada maydhi baa lagu yidhi. Aliyadna waxaa looga jeedaa baabulwuduu marka la joogo min ru'uusi lasaabici ila almirfaq, waa faraha madaxoodaas ilaa suxulka ayaa iyad looga jeedaa marka baabkan la joogo. Baabu sariqa, kitaabu sariqa marka la joogana waxaa looga jeedaa min ru'uusi lasaabic ila alkaf, ila rusqi baan u jeedaa, waxa weeyaan madaxa faraha ilaa kala goyskaas arusqu la yidhaahdo. faqtacuu aydiyakum, gacanta la jaraya waa intaa. Luqatanna alyad waa min ru'uusi lasaabic ila alkatf, markay gabayada iyo maahmaahaha carbeed ay ku soo aroorto, waa faraha madaxooda ilaa garabka ayaa yad la yidhahda. Marka saddexdaa macane ayaa ereyga yad uu leeyahay waaye. Waraabicuna masxu bacdi ra'as, waa madaxa wax ka mid ah in la masaxo, madaxii ninka, kii gabadha, kii labeebka. Marka walow bacda shacratin, hal tin barhkiina ha noqdee. ilaahi wuxuu wamsaxuu biru'uusikum, ba'duna waa litabciid, waa madaxa barhkii, yacnaa wax ka mida madaxa. Madaxa in la wada masaxaa waa sunna, seena arki doona waajib maah. Waxaana u dilay nebigu calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood uu masaxay fooda, inta kalena cimaamad dusheed uu masaxay. Marka madaxa hadduu bilaa timo yahay, dee diirkiisu baa la masaxay, haddii timo ay ku yaallaana timaha ku yaalla ayaa dushooda la masaxayaa. Haddii timo la masaxayo waxaa shardiya an yakuuna shacru fii xaddi ra'as, timuhu waa inay xadka madaxa waa inay ku jiraan, dhinaca u jiifaan marka la eego. Laakiin timo xadkii madaxa ka soo baxay halkaa maraya, daad biyaqaadood saar u mariso masixitaankii madaxa ku noqon mayso, ama timo madaxa xagga dambe uga degay oo garbaha dhexdooda jooga haddaad dusha ka yara masaxay, xadka madaxa waa inay ku jiraan timahaasi marka la eega dhinaca ay u jiifaan. Marka leeyahay hala masaxo, waxaa looga jeedaa un wusuulu lbalali ila ra'as, in madaxa qoyaan u gaadho, biyo qoyaankood inuu gaadho, in gacan la dulmariya xataa shardi ma, haddaad mara qoyan de biyo ay ka qoyayiin aad dulmariso, gacantaadu madaxa aanay gaadhin, masixitaanka waa ku ansaxaya. Haddii qofku madaxa uu maydho, dee maydhistu waa masixitaan iyo dheeraad. Hadduu gacantoo markaa biyo ay ka qoyayiin uu saasun u dul dhigo aanu kuba dhaqaajin, waxa weeyaan masixitaankii wuu ansaxaya. وغسل الرجال والخامس ركن كشنات غسل الرجال لبدا لغود ميدستود وي مع الكعبين يدا او لبدا كرامودنا لا ميديو والكعبان والعظمان الناتئان بين الساق والقدم ولبدا لفوده سو بحسن اي او دخهيا القدم وا وحا ويان قفكه غمديسا اوغتينتيدا هوسه اي الساق او ددنكا labada kuraamood kuwa inagu aynu naqaano weeye. Inta la maydhay ayay ka mid yihiin. Wa arjulakum ila alkacbayn buu ilaahay maca alkacbayn weyaan macnaheedu, oo nebigu ghasala rajulaya xataa ashraca fi saaq, saasuu yihi abu hurayra. Wa haddaanu khuf xidhnayn, haddii lugaha uu khuf ku xidhan yahay, laba waa u banaayin inuu maydho iyo inuu khufka dushiisa un masaxo. shuruud gaarana waa leeyahay insha allah baab soo socda aynu ku arki doono. Waxa laala wixii lugaha ku dul yaala tima ah, burooyin ah, fara dheeraada ah, waa sidii gacmaha oo in la maydha waajib. Wasaadisu rukunka lixaad atartiib weeye, waa kala horreysiin.
على ما ذكرناه على الوجه الذي ذكرناه ساين وشيغني لو كان هريسيه النيادو اي او ريسو وجهه ميريسيسو اي كخيكتو وغعمها ميريستودا سيحتان كمدحا لغها ميريستودا اي ودنبايسو وترتيبته انغي سو ارغنايو و الا يقدم عضو على عضو انا حبين حبين لغا هريسيه وضع كل شيء في رتبته شيء ولب ميشيس اي لا دغوي waa fuqahaad wiiraadaan ka warama hadii qof afar qof ay afar taa xubnood inta kala qaybsadaan midba mid u meero midba wajigi sameeyaya isla marka midba gacmihi sameeyaya isla marka midba madaxi sameeyaya isla marka midba lugi sameeyaya tartiibtii ma joogtaa ma hadii mar la wada meero wixiba tartiibtii ma joogto wajiga meeritaankiisu ma ka haasila saddexda kalaba meeshoodii meel aan ahayn bay dhaceen ina waxa ay idinay kala dambeeyaan bay ahayd oo tartiibtii baa baqan waayahay halkan wuxuu kaga hadlayaa sunnayaashii weysada wuxuu waa sunanuhu weysada sunnayaashii soo casharatu ashiyaa shayaal oo tobana weeye toban waa ka badan yihiin laakiin inta uu halkan ku sheegay ayaa tobana at-tasmiyatu weeye waa in magaca ilaahay lagu bilaabo التسمية أوله وبسم الله لا يراه أنت أسكفلا أقلها وبسم الله إن يراه أكمل كنا أنت ورد ما يسكترنا بسم الله الرحمن الرحيم هدو كتا قاب بلوغة ويسوغو ولي ويسيدي دمين وحصوصته مركز مو بسم الله ورانيا وسيدي الراشنك بلوغي سايدين بسنك الله قبتا دي لا إلا أبو أما الله قتا قاب وقام بلوغة weli iyadoo la dhameyn waa lala iman karaa laakiin marka weysadii la dhameeyo bisin kuuma joogo macnaa maxalkiisa waa la dhaafa wa ghaslu kaffayn sunnaha labaad waa in la meero labada kaf labada cukur waa in la meero luqluqashada koor qabla idkhaalihima waa in la meero intaan la gelin labada kaf intaan la gelin labada gacmood intaan la gelin inaa weelka weelkii biyo ay ku jireen marka halkaan waxaanu ka fahmaynaa in weel af bannaan laga weysaysan karo weliba de gacanta laga dardarsan karo oo dadka qaar baa soomaalida qaar meel ay ka keeneen mooyaane daliil iyo madhab toona ma waafaqsana waxaan hadii bihi weel af bannaan lagu weysaysto oo marka la dardarsado bihi mustacmal bay noqonay weysadu ku ansixmaysa weerada wax saxa ma taas bihi marka mustacmal noqonay waa inaga hore u sheegnayo waa marka xubintii lagu mayray ay ka shubmaan xataa inta ay dul soo socdaan mustacmal maaha mar ay ka infisaalaan ay ka socmaan ay ka go'aan bay mustacmal noqonayaan qofkan markaa darsanayaa gacanta dhex gelinaya haddii gacantaa daahirinteeda uu niyoodo dee markaasaa biyaha ay mustacmal noqonayaan hadday yar yihiin weliba qullateen ay ka yarin laakiin hadduu darsasho u niyoodo مستعمل من غنيان اللي بيوح مستعمل كل غدان إن طهارة فرلا لا استعماله مركانو درسنا يان الطهارة فرلا وما استعماله هو طهارة دي فرل كايد بو قادنا يه وين مركان قعمها إلا ما يروى السنة بقول إن تنويل كل الجلين قارم السنة نقول إيسا ومع السنة هذه لقت جوا مكروه وحيرنا السنة نقول إيسا هذه لقت جنا مكروه نقول إيسا haddaan najaasa lagu hubin haddii najaasa lagu hubo oo biyuhuna ay yar yihiin in la dhex geliyo ama bannaano waa de biyiba najaasoobaya laakiin najaasa laguma hubo marka in la dhex geliyo ama kuruun bay noqonaysaa haddii inay daahir yihiin labada gacmood la hubana in la dhex geliyo makruu xataa maaha sababta marka loo diiday in la dhex geliyo waa shaki laga shakisan yahay in gacmaha ay wax gaareen oo de wax najaasi ay mareen biyaha marka arrintani ay sunno u tahayna waa biyaha qullateyn ka yar haddii biyuhu badan yihiin qullateyn ay ka badan yihiin iyaga waa la iska darsan karaa iyadoon gacmaha gooni loo maydhin walmadmadatu buu yidhi sunnayaashii waxaa ka mid a luqluqashada marka gacmaha la maydho kadib la luqluqdo marka madmadadu
وجعل الماء في الفم أما إدخال الماء في الفم وإن بيافك القليو هل قور وريتشيو أما يال قور وريتشيو هل الطفاء ما هل اللقباء مر هذا يقف كي ويسيني بيين تقادف كي سأقليو انت أصالق القشاة كوريتشين تنوا واحد يراد وي ودوك التقف كي سنة سيانو سيقهين لكن سيدا أكمل كابا القشاة لما يسكتران إنه أفك كوريتي وسي واحد كوما يريو كالي كدي من أوتف وسيدا أكمل كاتاس والاستنشاق با كمي دا سنة ياشا استنشاق نوا إدخال الماء في الأنف وإن بيا سنك للقليو إن مركان نقص كاللغو تشيدا صندار سيقاما استنشاق الشرد وماها أسل كيس مردات بيه سنك القليو سيارة نقص كبكو تشيديني استنشاق قوات سميس لكن نقص كينات كو تشيدو كو حيال نيراتا وصيدا أكمل كارنا ميس كتيرا نبقى وحلو وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صايمة صندار سيقو حيال نيرو دانت صومني وي الاستنثار با يسقون تشيرا الله نصدح كوا استنثار هذا مقشنا وإخراج الماء من الأنف وبيه سنك الجلسي صدّا أنت صدّا سأ صارت استنثار لهذا يسقون وحويان شرد وماها صندار سيا شرد وماها لكن وصيدا أكمل كأنه ما يسكتيرا كان النبي يستنثر بيده اليسرى سعلي بن أبي طالب ووريه في سنن الإمام النسائي قعنت بذحو رسولك عليه الصلاة والسلام وبيه مركا وسنك الجليه وسكسو علين شيري سيدا أفضل كائن وحوية صدح درسيمو إنو ككل ميو لغلق شضية صندارسي ومر بو دريا بيبو إن أفكا كريبا إن سنكو الجليني مر لواد نصاو الصمينية مر صدحان نصاو الصمينية إسال الله يسر راعي أي أفضل والنبي عليه الصلاة والسلام والسمين كريوي ومسح جميع الرأس السلياشة وحكم إذا مضح أودن إلا وذا مسح نسخ غير كذو استيعاب الرأس بالمسح إن مضح مسحتان كلا وذا قارسية وصنة إن بركم إذا لمسحا وركن يفرل إلا وذا مسحان وصنة سيدا حديثك عبد الله بن الزيد حديثك عثمان يكوت من النبي عليه الصلاة والسلام مدح يسوع ربه مسح هل كاسو كبلاوي كاسو قدادك جيي كاسو سوع ليو هل كاكينا هذه أيوة ماذا حيوان ماذا يحس وجود ضبان طاي ماذا بكون حوية إنه ماذا حارتا قريب كم يدا إنه مسح عمام ماذا خلي ما مسح كربيلي شافعين ماذا حين كم يدا إنه مسحه أنت كلان عمام ماذا دشيد وينه مسح ساس أيوة مذهب لجاية لكن سيدا الصحيح وحوية إن لقو كافتو بكرو لقو جابسن كرو ماذا حوشي كدوبا إن دوش لغا مصح وحود الله حديث ثوبان أبو داود وري أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نمسح على العصائب والتساخين نبي وحنا أمر وحي ماذا حان كدوبنا يوحي اللغة حان كدوبنا إنا نمسحنا أمرك يقبوك أمرك أوقع عودين واي ومسح الأذنين ومسح جميع الأذنين لبدأ دقود لما أنت تدين مسحه ظاهرهما دشه دي وباطنهما يهوستو دبا بماء بيوكو مسحه جديد عصبه بيه مدح وكو مسحه قيان كهريان هين سنوه السداس وركا ظاهر الأذنين محلو قتشيدا وما يلي الرأس ظاهر كدوا لنا عن مدح حكتا سولك لغو مسح باطن كنا وإن تنحق وجهك سوح حكتوي سماخ والضلال كان سجن الساس وكله وإلا مصح بيعصبنا وإلا قاضه وبيه مدح لقوم الصحي أنا هين سنبي عليه الصلاة والسلام والسمي حديث ضعيف وقصار ورتي بيه مدح لقوم الصحي هداق وديونين ودقان لقوم الصحي والتخليل اللحية تبا كم إذا سنياشا قركي تخليل انتيسا اللحية دي الكثة عيد متما بضن وقال كان نينكا عفانة تماها بضان وإنكي نري
dusha in laga mayro ayuun baa waajib ah. Hoostiisa guntiisa biyo in la gaarsiiyo waajib ma aha. Halkan waxaan ugu sheegay inay sunnah tahay in takhliil lagu takhliilka macnaheedu waxa weeye fariyo biyo ka qoyiin in hoosta saa lagu soo geliyo. Nabiga kana calayhi salaatu wasalaam saa sameeyay. Waayo. Garka ninku hadduu khafiif yahay waa inaga nidhi isagu takhliil uma baahno dee dul iyo hoosba waa in laga maydho. Guntiisa waa in la maydho. Garkii gabadh haddii gabadh gar ka soo baxo iyo mid labeebeena waa saasoo kale. Waayo. وتخليل أصابع اليدين لبدا قعمود فرود إلا تخليليو ليس نحق لي فراها لو تخليني وتشبيك إلا صنعي صا إلا صنعي السنة يدنا سميلها مركا فراها ودحايا الله بصدا إني بيه ودقارين والرجلين أي وتخليل أصابع الرجلين لبدا لقود فرودنا فراها قعمها وإلا كلا نحق ليو waxaan fariirada bidix ayuu ku takhliilinayaa taa fariirada midig iyo farta ku xigta ayuu kala dhex gelinayaa aratan u qoyan saas uu wadayaa ilaa fariirada lugta bidix uu ka gaarayo ana xagga midig buu ka soo bilaabayaa goor ma arintaas sunna tahay arintaas waxa sunna tahay hadii faraha inta u dhaxaysa ay meedantay oo markii de gacmaha la meediyay ay meedantay kuwa lugaha inta u dhaxaysaana ay meedantay oo la hubade ama la maleeynayo loo badinayo laakiin hadii la og yahay inaan biyuhu gaarin inta faraha u dhaxaysa faraha lugaha ama faraha gacmaha dadka qaarkood bay dee farood isdul saaran yihiinba oo ilaa uu far kale dhex geliyo aanay biyuhu gaarinba markaa takhliilku waajib u noqonaya ila maydhistiiba la'aanti aan suurtagal ahayn bay لكن ما المعلم تيبا تخليل كو السنة ونغنية وتقديم اليمنى با السنة تمدين هو الرئيسي على اليسرى تبدع كو الرئيسي أي من اليدين والرجلين والله بدا قعم وطسين هو روصة براني حبين قولا اسكاك ديگين الله بدا لقودنا حبين قولا اسكاك ديگين ولهذا إلهي وإسراعي وحوري وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين ولهذا هدو قفكو قعانتا بدي حرميرو أما اللوكتا بدي حرميرو بلا خلاف ويسيدي سواء صحيصا لا أبالي بأيهما بدأت بود علي بن أبي طالب وأبي لما يتوضى أنكو بلاوي يعني دان دوانا تبدي حرميرو أنكو بلاوي دوانا تميدو أنكو بلاوي يعني ويسيدي وكوا صحيصا أداد ويتشي قدينا عميدو كو بلاوي دادينا عبيدو كو بلاوي دواسكو بيك صباح ويا صحيصا ويسيدي تنوى ساسوك لكن واحد صناعة ما دام أنا هالمرة لو وضع مايري كرين ومر بميد الله مايراي نقول أنت ميديق له الرئيسي لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في شأنه كله في طهوره وفي ترجله وفي تنعله رسول كوحو تشعلا ميديقيسي عرق هذا الشديسة شن ليسيقيسة كبحر الشديسة كبحر أنا تمديك بور حرنج دوش الله يسلم مدحا إن عامديك بوك بلاوي جري حدود ظهارة قادنا يوم ما يرشها النقطة أما ويسها النقطة مديك تور ريسين جري فأمرك واصلنا والله بدا حبنات أهل مران لو ما يذكرين لكن الله بدا حبنات أهل مر لو ما يذكره يقدين عامديك الله ريسيا صلنا معه إما كوتش يقول حلي هاي نبى نكام يديك يا كاب بديح صامة hal mar baa la wada maydhi karaa labadoodaba marka lama oodanayo waxa sunnaa wajiga dhiniciisa midig in la hormeeyo loodan maayo oo hal mar baa la wada maydhi karaa ha wuxuu yiri wa taharatu ba sunnaa illa maydhi xubnihi 3 3 3 wuxuu marku leeyahay 3 nucana xubinti la meedhin 3 la meedho tii la masaxayna 3 la masax illa hatta aqwaasha wuxuu ila akhriinaya bisinka in 3 jeer lagu celiya sunnaba ilay iyo adkaarta marka weysada dibeed la yimaaday qowlan wa ficil wuxuu weysa ku saabsan in 3 laga dhigo tawadda annabiyyu alayhi salatu wasalam 3 3 xadiith ka bukhari wariyay dilishanayaa
ويسدي صورنا من أي صدح صدح هذا مركا قولا وفعلا سلسلة يلي يبيلي والسنة. والتكرار والموالاة مركا نسخ قار كتبا هلك والطهارة ثلاثا أيا وحكويا ألا والتكرار بالسنة اللبو اسم الراعي كران تكرار كيا طهارة ثلاثة واسكو مدة يصدح صدح ويسدي لصدح هايو إيا التكرار واسكو مدة وكو علعلين تصدحين تنبا لوغة جيدا واي والموالاة بالسنة إلا حريرية حبناها ميريستودا أي السنة ولا يفرق بين العضوين تفريقا كثيرا هذا حبنا هذا لا ميريا عميل لا ميريا من لا مصحيا إن أنا إن بدل لورد حيسين بل يطهر العضو بعد العضو حبنتي وين للظاهرية حبنتي كلد بديد ومحاضة بدي قاعدة وأر وين حبنتي لا ميريا تيكو الرئيسي انتان ميريستي دياني قلالين انتان ميريستي كقلالين وامركة تشويقو معتد اليابين هذا الرحاد يدّا بيلاها هي واي هذه مركة اللي اسكد دي ايو تيورا يقلاشو كدب تيكالالو ميرو دي سنن بالاقاتك لكي ويسدو ايو صحيصا وإمام الشافعي رحمه الله تعالى مذهب كيسو حوية حريرين توين السنة وحانو دليشاتر كابن عمر ابن عمر توضع في السوق وترك رجليه ثم ذهب إلى ثم أتى المسجد فدعي إلى جنازة فغسل رجليه فصلى عليها سوق السوق تشوغا أيوة سيست الله بضل قودهم بكتك وارو ما يريد بس أجد كماركو تقيبا جنازة لركالي كتكو ويسدكم مسود علين لبدي لغودن بو مايري اثر كاسو شافعي مساله ان كقات لكن وها هره انه سو مرتي موالات كعدي فرل كته وان السنه ان عدا سياه ان تلو ايه دائم الحدث قفكه وخي ويسد جمينه وسي جوقتا او غسودو اسغا انو خريريا وواجب وايو isaga weysadiisu de hadaf suulin mayso ila wixii weysada jabinayaaba si joogta uga socday wa suuradii weysada waxaan u sameynaya xaqiiqada weysamaa suuradii weysadu u leeyay muqaalka weysadu u leeyay marka ay hadafkii lagu yara khafiifiyo weeyaan u jeedadu marka aduu kala geeyo hadafkiiba si badan aya soo ma marka maqsuudku uu weysaysanayo waa takhfiif al hadaf baa meesha ka baxay way فصل في الاستنجاء فصل كانوا حكوا سابسيا هاي استنجاء الاستنجاء وحكيمي نجوت شيء قطعته شيء ديوان شريوية المعنين استنجاء قطع عنه الأذى وقف كان دي استنجودي وحي كصوب حيبو اسكت شري صورة واسكت سوليدي كان المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه شرعي هنا استنجاء وامح وإزالة ما على السبيلين من النجاسة بالماء أو بالحجر أو بهما معا إزالة ما على السبيلين من النجاسة استنجاء وإلا السولية وحلبضا مرن مرصا قبل كامد دبرت والنجاسة كاديدي أم صحاردي أما واحد كلوت ده نجاسة كصوب حيفا سديق واللجوء سولية بالماء بيو أو بالحجارة أما رجع أو بما معنا أما الله بده بالله سرعة وترجع حلقو من الصحة كده من البيئة لقد بقيه كاسة استنجاء لهذا وحلو الاستنجاء استنجاد كواجب نوي من البول أي من خروج البول كايس وبحتان كده اللي جاي استنجاده يا والغايط صحراء سبحتان كده لقيس تنجوده بيا ما رجح لقيس تنجوده وواجب والنبي عليه الصلاة والسلام مركي علي بن أبي طالب ودي النبي وصدقوها وكحش ودي مقداد بن الأسود ودري سقوا ويدينا يا مديدة
biyahan de qofka ka yimaada marka inta badan dareen uu galo dareen shahwadeed nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi liyaqsil dakarahu wala yatawadda wuxuu amray inuu iska maydho iska maydhistaasina waa istinjoodkii wey xadiidu salmaan baa isagoo lamida fi muslim وأمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار اللي يستنجد النبي قامر بكم بحيه وحنا أمر النبي وصدح رجح كيرين أنكو يستنجد مركا استنجد كجور مواتمية أفكو عدو مسقول شيء سك جلو أو صحارات صالعة أو سك كع ميود دبابية سواء سك مريان سك نبي مو سك كع ميود دبابية استنجد كل واحد حاله ذم مواتمية حالة الكوبات وعند القيام للصلاة ومن قف الدون ينتكده إلا الصلاة ده شروط ده حكمية طهارة البدن إنه جد كي صوت نجاس داهر كي هاي وفي كاتشي وكاي بمرسنطة يا ما صحر وصحر بمرسنطة هاي جد كي سيبان داهر هاي الصلاة ده سيبان صحي حالة ده لبادنا ونجاسة ده اللي اسكسوا لي واجب تاي وإذا كان يتضمخ بها دي نجاسة دي هاي قف كي ده يكون نوب ميسو ماشي أي كسب بحدي ميلا أنا هين دي أي جارسو لكن هذه صحراء هلك أي كسب بحدي وأنا كوك قبنانسو وتركي سكلاني جار هين هدو يسكت دايو استنجد كودي بسكر دكتور دمبابي مايو واي ولا أفضل بور السد في عن أي استنجي وين كوك استنجدو أي أول المرك كوبات بلا حجارة رجحان ثم يتبعها دبتنا رجع حنتها والراعية ثانيا مرك اللباد بالماء بيو ها وينو هرت اللباد أبا كل مياه أبا في عن اللباد أبا ينو كل مياه أيا في عن مدوا كوكا فتو بكرا رجع حقوله يسوق بيه هايست بيه هو قوله يسوق رجع يو أحلى حكم إلي لكن سب في عن وين اللباد أبا كل مياه لأن الحجر يزيل العين رجع حيوحي له حكمه نجاسة عين تيدي لف تيدي بو ماشي كسارية ولأن والماء يزيل الأثر بيو نوحي ماشي كسارية نجاسة راد كيدي يعني أور تيدي وحي ماشي كواري لا إيه ماشي كسارية تكالي هدو نقحة الرئيسية وحي تاسي فائدين سا إنان قعنتي سيدي آن نجاسة دي نحقلين أي فائدين سا وقعنتي بو دور ساتاس وايه ويجوز وحب النام بودان يختصرين وكو قاب صدقوف كاستنجونية على الماء بيوقرة وهو بنانت النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث وانا سكسوا في صحيحين يعني بيوقرة بكو استنجونة وحكى لانو كو الرئيسي او على ثلاثة احجار اما صدح دقاحين وكو قاب صدق اياه كفلا صدح داسو ينقي وكو نديفين يبهن اياه المحل ماشا وحكى صبحين يعني صدح ذو واحد يكون في لين هذي ماشي نظيفين هذي سعر ماشي نظيفين أولين نجاسة عين تادي أي تشوكتو صدح وين كبديه ال ترى ذا أي نجاسة كسوليس وين قارسيه سوى صنين وين وتر كده ترى كلاديما يصنع الإيتار طيب محل لو جت شيء أمريكا الحجر محل لو جت شيء ده هراي روسا شجني أمريكا العلماء لا دقح بالجوز سجون كرا دقح الحجر الحقيقي ولو جمت شيء ده حدين قبر دقح حين نقارنه ولو جمت شيء والحجر والنوعان الحجر الحقيقي وكأنه قبر دقح حين نقار يا الحجر الحكمي وحكستا هوشا وقبانية نجح حمرك الجوز سنجونية قبانية ولو نجح بحقيقة تريان وهاني وآه كل جامد طاهر قالع غير محترم وحكستوا جامد وحقلالا محال الديدة يعني أقفكم إنه وح قوية تشلعسان أما قوية وأن بياهين ودوان كويستن جونية تاسم الظاهرين اسم جامد وأن نغض الشيء وأنا وحي سهيستو أدق وأن نغض وعيد قفك أدو قاضو
عيدا دي كلا داتسان ولانا جيسان اسكا قبينا يا ما انصحيسو وانو بيكوس جوضا مركا انت هده بدين واي وانو نقضوه طاهر شيء نجاسي استنجق لي مايو وانو نقضوه قالع شيء فتشنا ياين نجاسدي شيء مركا المسكا اما اللينكا الذي لا يقلع النجاسة لملوسته أو لكونه لينا لا يصح به الاستنجاء شيء وحي دي ماشا مرايا عن كتشرة هين صابتنا يتين ويا شيء سبب حصا فتاتير توكلا أما داين بكيري حقي سدامي سيمن أما شلي عيسى وقبان وحبه كتشرة هين كايستنجو كوان صحي مايو ساسو كلا وين انا حرم الله هين هو شيء كستو حرم له اللي قوي استنجوا ما بنانا سقف كبني ادم كا تركي سوح كم اذا هن ولا ما دنتي وكذلك اجزاء الحيوان الحي حيوان نول قيبيس اتروح كلامها هي سعي دبكي سان كو استنجون يا ما صحيح وقوم غلطس واي وكذلك وحكستو بني آدم كواي قوتان وحيادة بني آدم عوني كربيان ونقوني واللفت إن لقوي سنجدوه كرسولك عليه الصلاة والسلام ديدي وحلم إذا أوراق وكتب العلم كتبت علمك ولو آيدي حديث بيان كقراني أجرومي كسوقات كتاب كير نحوها وراقيس كمي سنجدوه كرت آيدي حديث كمي لا لكن علمك حرم له iyo ila qadariyo la dhowro way marka de shuruudi islaamiga hore u soo aragnay oo sheegal ugu istinjoonaya shuruuda aanu sheegnay buu leeyahay inuu jaamin noqdo inuu taahir noqdo inuu qaaliic noqdo gaar muhtaram noqdo sheegi soo baxayna shuruud buu lahayn inuu xusuusinayo si dhagax iyo wax lamida loogu istinjoodo sheega soo baxay qof ka soo baxay kaadi ama saxaraam wax lamidina shuruud buu lahayn xayd shuruudi safiinay ku soo aragnay اللي هو كيري صفينه شرط شروط إجزاء الحجر ثمانية. بس ده واحد من اللي أفر واحد يقول نقول أيام شيء الجوز تنجوني وين قال شيء نبى جامي طاهر قالع غير محترم. أفر نواحد يقول نقول يا وحي قفك كصوب حي. هيه. هنا نوين جيجين الله يجف. doing gego dhagax iyo wax la mid ah wax ka tarimaayo biyoon waanid ku istinjooto do meeshi ku ingego laba allah yantaqila an mahall khuruji yaana inaanu ka guurin marku soo baxay halkii uu fariistay do meel kale uu si guuro biyoon ba daahirinaya wa ila sadax allah yatra alayhi najisun akhraj nabiyun an شيء كستوى جنبي كاي وين ندوش كغيما وحتى هذه بي الله مريو بيو نجس بيانه يعني وانا الظاهرين انت هاد بيد مورن كرتوني بي وين قاري وياني نجح من سكيس تنجوني لا انا ده وح كلا قدر طي ماشي وح تمين نجاس خارجية نجح وح كاد ظاهرين وح كاسو بحي امي كنا بي هاد قدر طي وح كاسو بحي بين نجاسي كان نجاسة خارجية بين نقدين كوانا دقا حمد دائرية بيوم دائرية كافرات الله ينتشر على يجاوز الصفحة والحشفة دو كادية هاي ذكرك انتي صوري وين هاي دافن ودي قصبات داد دنباي قادو بيوم باكاد دائريني هدي وحيو سحرية هاينا لبدا دابانو دي dalal ka dabada hareera kaga soo jeeda waa inaan dhaafin haday dareerto saxaradu bariida ay u wareegto taabiyun ba ka daahirinaya dhagax iyo soft iyo waxaas ka daahirin waayaan ee maxalkii ay dhaaftay waaye wuxuu yiri wayajus waxa banaan ay qasire inuu ku gaabsado calal ma ibiyo biyo qoro ku istinjooda waa banaantay شرعنا الله تيم عربي وي ديد تشيرين او خدن تشيرين مناق بان امريكا بيكو استنجوري لكن شرعنا الله تيم
أو على ثلاثة أحجار أما صدح دقح أيو كقاب سنكرا ويجوس واحد بنان أن يقتصرين كقاب صدو على ثلاثة أحجار صدح دقح وينقي وكنا ديفين يبهن إيجا المحلة ماشي وحويان أو حكسوا بحال مركا حديث كي سلمان إنه آخرين يبا إنه يصدح أهادان الدليلة مركا مصدح دقحو كلام الله حبنان بالوتشي ده ما واجب كوا ثلاث ومصحات إن ما يشاء صدح كير لا مصحه صدح دقحو كلا دوان ألقو مصحه أما دقح قوله وصدح قفتين له صدح دي ساق قفتين مربع ميد ألقو مصحه أما دقح قرة صدح كير ألقو علي تاسي كسور توتر هراي نص مرتاحية مركز مركز كوباد ماشي كوما صحده إن أضم يده صما حدنا مرلبات حدنا وصدحات مركز رجع حقوله استعمال شيء صدح كير لكن واد ما يده يودي نجلس دي هرات كظاهريس شرط يبولها كله شرط يقوم حواها هاي وينان وقينين هدي بيك قيينين دقحي وبيات كوما يده كقيين ترى مرلبات بان كويس جونية ما صحيس وهاي محاني ما صحاي الشروط دميانة كم يدعين الله يطرح عليها جنبيون شيء كاسو بحياة نجح يوحلا ميداس كجدا عيرين يسوع وإن وح كلا الجنبي أو عن سجع هيني وإن أنا كدر صمين هل كنا بيه نجح حمر صنا وكدر صمين بيه ومركاد كنا جاسو بيوح ماشى حمر صنا والنجاسو ده بده كتمي بيه مركاد بيه نقولين يعني. نجاسو ده بده كتمينا نجح ما ظاهريه النجاسة هذه كاسو بحد مو ظاهرية مركواين القلتش يسو مركي كوبات بعض هالك هذا قاعد استعمال شيء هذا دوين السمر لا يستعمل شو وين ما يدو وهاد قلتش يسو وصدحات كنا ساسو كله وحوري فإذا أراد هادو دونا الاقتصارة كوجابس شو على أحد إمام متكود وكوجابس له على بيها يرجع حمد كودين وكوجابس له هادو دونا فالماء وبيها أفضل أي أول أحسن وايو بيه لأن الماء يزيل العين ولأن الحجر لا يزيل العين ولأن الماء يزيل العين والأثر محايا لي بيه وحي سولين يان عينتي هي نجاسة اللفتي دي هي الرات كيدي بقى باقو حنا يزيل العين ولا يزيل الأثر نجاسة عينتي دي ماشي كحينيها لكن الرات كيدي كحين ما هذا دقح كويس نجود نجاسة ماشي وريه كسي ورسة دقح هذا بقى شرط وحواها أن ينقي المحل صنع إنه ماشي النظيفي وكان نقول لي أو على ثلاثة أحجار ينقي بين المحل قار ما لورن كراقف دقح يوح لحكم كويس نجودي ماشي والنظيفي مرة دو صدح جار مصحح ما حلورنا يو خلاص كويس نجودي وأن يمسح حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء وينو مسحتان كوضع ورقح هي وحل حكم كاميشكو مسحي إلا وحماشكو هاري ونقضون وحبيمو يعني وح كلاني سولين كريم أما قرر حيرير هي وحاسمو يعني وح كلاني سولين كريم لكن هالدولي ماشي ومرسي وح لقوا حسولين كرو مو استنجون قف كاس واي ويجتنب وكف قان يا بور قفك استنجونيا قفك حاجة جدنيا ويجتنب وكف قان قاضي الحاجة كحاجة جدنيا استقبال القبلة تبو كف قانيا قبلة دا وتشيس الشديدة القبلة طوال الكعبة إنه وتشيس تحجيد واستدباره ودب تشيدين تيدو كف قانيا في الصحراء وهدو كحاجة جدنيا ما لا نهين بسم الله دياريي حاجة قدشده والنبي قال عليه الصلاة والسلام يقول لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا حديث أبي أيوب وغيره مركز حاجة قدنسان كعبدة كادية صحراء ولا شيء سنين هون الدبة شيء دينين لكن قرح كصبح وشيء استأمى قرح كدع وركاسو حكوة جهنية هاي
qofka ay kacbadu ka xigto waqooyi sideen ama ay ka xigto koonfur sida reer madiina reer madiina uu iska soo horjeesanaa inagu soo waqooyi uma jeedno iyaguna xaggaasay u jeestaan oo kacbada ay ka xigtaan marka labadaa qolaa la leeyahay bari ama galbeed u jeesta laakiin qofka ay kacbadii ka xigta bari ama galbeed macnaheedu ma aha ila wixii loo diiday waa kacbada inuu u jeesta ama u daba jeediye macnaheedu maaha in bari iyo galbeedka siisa loo doonayo waa haddii bari ama galbeed aanay kacbadu ka xigin weeyey marka marka la leeyahay fi saxaraa saxaraaga waxaa looga jeedaa dhisme xaajo gudashada loo diyaariyay haddaanu ku jirin qofku hadduu galo meel xaajo gudashada loo diyaariyey walow gidaarkeedu ha kama fogaadabe isaga qiblada waa u jeesan karaa waana u daba jeedin karaa bay leeyihin saasay xadiidkan aynu akhrinay iyo xadiidka ibnu cumar uu ihi waxaan arkay nebigu xaajo gudanayo qaacidin calaa libinatayn mustaqbil ashaam mustadbir alkacba oo xagga shaam u jeeda kacbada inay ka dambayso saasay ku jamciyeen nebigu musqul buu ku jiray bay dhahay ka qofku musqushu ah meesha xaajo gudashada loo diyaariyay hadduu ku xaajo gudanayo dhinacu doonu u jeesan karaa laakiin meel bannaan ama meel bannaan oo isaga iyo kacbadii wax kala qarinaya baanu jirin oo u dhow saatir u dhow ama wax isaga iyo kacbadii kala qarinayaa jira laakiin wuu gaaban yahay oo thuluthay diraac dhudhunkaas saddex marka loo qaybiya laba maleeka kaa weeyaanka markaa aan u jeesan karin qiblada aan una daba jeedin karin waaye aanu yaro caddayna halka meel xaajo gudashada loo diyaariya hadduu ku xaajo gudanayo istiqbaal iyo istidbaarba waa u bannaanyahay qibla u jeesasho iyo u daba jeedin meel aan loo diyaarin buu ku xaajo gudanayaa deyr maa dhismo baa noqotay ama meel bannaan haddii uu jiro shay isaga iyo kacbada u dhexeeya oo u dhow uu dhow yahay saddex dhudhun ka yar saddex dhudhun ama ka yar buu jiraa waanu dheer yahay oo qofkii dee fadhiye uu qarinayaayo dhudhunkaasoo loo qaybiyey saddex meelood labadii buu leegi istiqbaal iyo istidbaarba waa u bannaanyahay taa cagsigeeda meel bannaan buu markaa ku xaajo gudanaya wax saatiri maba jiraba istiqbaal iyo istidbaar looma ogola waayo wuxuu ku xaajo gudanayaa shay baa isagae kacbada u dhexeeya laakiin wuu ka fogi saddex dhudhun ka badan buu u jiraa ama waabu u dhow yahay laakiin dhudhun saddex meelood loo qaybiyey labadii dherar ahaan ma leeka markaa looma ogola istiqbaal iyo istidbaar wayajtanibu waa ka fogaanayaa buu yidhi albowla ku kaadiga uu ku kaajo iyo walkhaayida saxaroodka uu ku saxaroodo albowla ee atabawula baa loo jeeda walkhaayida wataqawuda saxaro filmaay biyihii uu ku kaajo ama uu ku saxaroodo arraakidii biyihii fadhii oo nebiga calayhi salaatu wasalaam nahiyey naha can ilbowli filmaai raakid alladii laa yajri nebigu wuxuu diiday in lagu kaajo biyaha fadhiyeen soconayn hadday mustabxir yihiinoo biyo aada u badanoo dee badoo kalaa waxay leeyihiin waa jaa-is iyadu waa bannaanta hadday soconayaan oo ay badan yihiinna se webi dhan oo dee iska socda ama dooxaa rogmanaya bilaa karaaha waa bannaantay yidhaahe hadday soconayaan oo ay yar yihiinna macal karaaha bay bannaantay wa taxta shajarati wuxuu ka fogaanayaa wayajtanibu waa ka fogaanayaa qadaa alxaaja xaajo gudashadii taxta shajarati geedkii hoostiisa uu ku xaajo guto shajaradii almuhmirati ahayd mid midha yeelata wa fi ariiqi waddadii inuu ku xaajo guto ka fogaanaya iyo wadilli iyo harki iyo wathaqbi godkii marka nebigu calayhi salaatu wasalaam waddada in lagu xaajo guto waa diiday oo itaqu lacaanayn buu yihi qiila wama lacaanan ya rasuulla qaala aladii yaqdi xaajatahu fii ariiqi innaasi aw fii dillihim rawaahu muslim labada nacdasha sababa iska ilaaliya
وكويبا للرسول كإلهي وقفك كحا تجو دانيا وضاء يضدكم مران وضادو هداي تميد لاستعماله يعني برنانين لقو حا تجوته لكن طريقة مهجور كي اللي اسكيقت تجي لقا قوري لولك كلوب لمدي هاركونا هدو يهار لاستعماله ولقو انتفاعه لهار صدا يعني برنانين لقو حا تجوته في ذلهم في طريق الناس أو ذل مساس سوري النبي عليه الصلاة والسلام جيت كمركا ميرايش ميرانا وحلوغة ميرا داد كواي عنانا كو انتفاعان سنو هوسي سنو لغو حاجة قطوة حلوغة دي لانو دي ميريه با خريب ميلا جيت كواي كدادان يعني تحتية دانو حلوغة جيدا انتا اي ميروه قاري كرام با مركي صور دعان حد كجيت كوستي سي ميروه اي قاري كرانو دان ونانو كو حاجة قدن المثمرة مركي لي جيت مركا ميرالي لو ما جيدا محلو جيدا جيت لغو يقاني انو مرياش مركا ميري هلا هذا اما يانو لهاني الثق بنا وحوغة جيدا الجحر مركا الجحر يا الصربا كالتشرا الجحر و النازل في الارض المستدير وقد كان نولك ساوق قلي اوريكسن ايا جحر ليرا الصرب نوحا ليرا دا كتشيحن ساوق شيحن دي بوش يوكالي مركا ثقبنا وبمعنى الجحروي ولا يتكلم هذا لماي على البول كايده دوشيه دي والغايط صحراء دوشيه كاد لماي ان الضروره كانت مويانه وادابتك مت يعني مركا ومعنيه دوام على البول مركلي وحال البول مركا وكاتيا لكن اداني مركا كادي كصعن ولو ماشيها فضيابه وهذا لكرا مركا الصحراء كصعتان وهذا لكن هذه يعني الصحراء مركا كصعم ولو ماشي مسقوش يا بدح فردي واحد ذكره مكروه ما هذا لك ولا يستقبل وجه السن ويا الشمس قرح دي والقمر الضيح ولا يستدبرهما وندبت شيء دين مايو كان طلع حق وجه السن يا وهالك وداد كي نك مقلي وداد من سلدن شيء جاي محول حاجة سلوكها تالي رسمة كل واحد حكاية نشرتي لا هبة وجه سلوان سيدنا سوري لذا علبة ده وجه السمير الدول علماء قسطانه مركل را قبلة ده وجه السن هود دبتش يدين قرحة ده وجه السن هود دبتش يدين ضيع ها وجه السن هود دبتش يدين الحاجة صرمة هني بقول مركب السلاد الوضع ضعيف حتى مذهبهان وصدا معتمد كالإمام النووي رحمه الله تعالى والتلمامين مذهب كيش هفعت هاي وإن أنا مكروه هاي أصل ما الله مسألة دني حديث قصار ورنا وموضوع رقاق الرحلة والوات شايسين كرا والوات دبات شايدين كرا أساس وكلا ضيح دليل هان هي مذهب هان إن استدبارهما ليس بمكروه بولي إن ترك استقبالهما واستدبارهما إن ترك استقبالهما واستدبارهما صواب بولي مركلا ولا يستنجي كو استنجون ما يبي يمينه مدك تيسا والنبي قال عليه الصلاة والسلام سائل ولا يستنجي بيمينه مدكتي سيانو كو استنجون وحيابها شرف إيا ماموس كا أيا لو استعمالا مدكتا وحيابها اللي تنبذ حالو استعمالا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.